روح لماتش بكره المهم جدا، مقاولين العرب في بطوله الدوري الجوله ال 17 طبعا المؤجله اللي هتتلعب بكره على ملعب الاهلي والسلام في الساعه الخامسه. بكره هنلعب الساعه 5 ان شاء الله على ملعب الاهلي والسلام. النهارده كان في تمرينه يمكن بدات من دقائق. طيب قبل ما اتكلم على اخبار النادي الاهلي خلينا نروح لزمايلنا. طبعا السوليه ظهر في تمرينته النهارده ومن الوارد جدا انه يشارك في مباراه بكره حتى لو ما كانش اساسي، ممكن يبقى يعني ياخد جزء من المباراه عشان يتم تجهيزه. عندنا ماتشين في منتهى الصعوبه في بطوله دوري الابطال، عندنا يوم السبت سان داونز في جنوب افريقيا بعد القطن الكاميروني في الكاميرون، وبالتالي من الوارد ان السوليه يكون بياخد مساحه مشاركه بكره ان شاء الله. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق، يمكن حضر جزء من تدريبة النادي الأهلي في بدايتها، يطمنا على الفريق وعلى استعداداته لماتش المقاولين بكرة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي متابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. اهلا بيك يا محمد. يعني في ظل توالي المباريات وخصوصا المشوار الافريقي، وانت عارف احنا لسه لاعبين مع القطن الكاميروني يوم السبت، هنسافر بعد كده لجنوب افريقيا ومنها بعد كده للكاميرون، في ظل كمان يعني غيابات عدد من اللاعبين الاساسيين، نطمن منك على استعدادات الفريق لمباراه المقاولين بكره، وهل مباراه بكره ممكن تشهد عوده بعض الاسماء اللي كانت غايبه في الفتره الاخيره ولا لا؟ بالفعل يا احمد زي ما ذكرت، يمكن النادي الاهلي بيلعب زي ما بنقول كده في جبهتين، سواء الجبهه المحليه والدوري الممتاز اللي انت طبعا بالتاكيد عاوز تحافظ على كل نقطه فيه عشان تحافظ على صدارتك وفرق النقاط مع بقيه الفرق، وكمان بطوله افريقيا يعني ما فيش مجال، بتلعب تقريبا كل سبت وثلاث بقالنا ثلاث اسابيع، طبعا خلاص صفحه افريقيا اتقفلت مؤقتا، التركيز دلوقتي على مباراه المقاولين العرب زي ما ذكرت في الجوله 17، مباراه مؤجله بالطبع على استاد الاهلي بكره ان شاء الله هيكون في تمام الخامسه مساء، وكمان يعني الاصابات وكثرتها، ولكن زي ما ذكرت وقلت مين اللاعبين هيكونوا موجودين بكره، حابب اطمنك ان عوده خالد عبد الفتاح بشكل كامل للتدريبات الجماعيه، وكمان احمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف، فدول عادوا بشكل تام للمشاركه في التدريبات الجماعيه، عمرو السوليه وحسين الشحات يمكن في المراحل الاخيره من البرنامج التاهيلي والاستشفاء ليهم، محمود متولي يمكن لسه طبعا في برنامجه التاهيلي ولكن يعني لسه بعيد عن المشاركه في التدريبات الجماعيه في هذه الفتره، باذن الله زي ما انت ذكرت في عدد كبير جدا ان شاء الله يكون تحت امر الجهاز الفني بكره في قائمه المباراه، طبعا الاختيارات الفنيه هي حق اصيل للجهاز الفني، ولكن من الناحيه الطبيه محمد شريف موجود، محمود عبد المنعم كهربا موجود، خالد فتاح موجود، وكمان احمد عبد القادر موجود، يمكن عمرو السوليه اعتقد ان هيتم ادخاره لرحله جنوب افريقيا باذن الله، هو الشحات يكون لهم نصيب ويقدروا يلحقوا بالفريق. برونو سابيو ظهر قدامي على الشاشه دلوقتي يا توفيق، اعرف منك اخباره ايه؟ هل عنده مشكله؟ هل ليه محطوط له برنامج تاهيلي معين؟ هل من الممكن يكون موجود في قائمة الفريق بكرة ونشوفه في الملعب ولا لا؟ بالطبع يا احمد، يعني برونو سافيو سالت عليه بالتحديد، برونو سافيو جاهز تماما للمشاركه في المباريات، يمكن هو بس كان اول عوده للتدريبات، كان اول تدريب للتدريب اللي سبق مباراه القطن الكاميروني، ولكن مستر مارسيل كولر يعني حرص على انه يكون منضم لقائمه مباراه القطن الكاميروني نظرا لقله عدد المهاجمين وبالتحديد الاجنحه، يمكن دوت خلاه عجل بدخوله لقائمه المباراه، ولكن هو جاهز تماما وبالفعل ان شاء الله يعني في حاله رغبه الجهاز الفني في وجوده هو جاهز بنسبه 100% من الناحيه الطبيه واللياقه البدنيه الذهنيه وموجود في التدريبات ما فيش مشكله، وفي حاله اختيار الجهاز الفني ليه هيكون موجود ان شاء الله ويكون يعني زي ما بنقول المعاون لزملائه. عايز اقول لك كمان ان ابرز النهارده الحاجات في التدريب يا احمد هو وجود المعد الذهني، دكتور احمد المعد الذهني يعني ابرز او اخر المنضمين للجهاز المعاول لجهاز فريق النادي الاهلي، بالطبع النادي الاهلي هو اول الانديه المصريه اللي استعان يعني معد ذهني، يمكن دي مش اول مره، في فترات سابقه منذ كمان يعني الفتره بتاعت مستر مانويل جوزيه كان دايما حريص ان يكون في معد ذهني مع الفريق خاصه في المباريات الكبرى، بالطبع هي منظومه متكامله يا احمد، منظومه دايما تسعى للبطوله، وهو ده النادي الاهلي، وقدر النادي الاهلي زي ما قلنا بيلعب في اكثر من بطوله، كل البطولات انت بتبقى داخل وانت عينك على الرقم واحد وتبقى المركز الاول وتبقى البطل، وان شاء الله زي ما بنقول يعني بكره يبقى ثلاث نقاط مهمين جدا قدام المقاولين نكمل بيهم ان شاء الله مشوار الدوري، ومن ثم كمان رحله طويله ان شاء الله جنوب افريقيا ومن بعدها للكاميرون، وباذن الله نعود بالنقاط من هناك، وان شاء الله يكون يعني بنسبه كبيره صعود النادي الاهلي باذن الله لعوده اللقب المفضل لكل جماهير النادي الاهلي وهو دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي، دي كانت اخبار تمرينه النهارده كل